جمعية العناية بالنظر تأسست من حوالي 3 سنوات. هيدي الجمعية عم تحاول تقدم فحوصات نظر مجانية لكافة المرضى بكافة المناطق اللبنانية. نحن صار في عنا أول عيادة متنقلة لطب العيون بالشرق الأوسط من حيث المساحة والتجهيزات. بالإضافة لهذا الموضوع نحن بنعمل حملات توعية لحتى نوعي الناس لضرورة إجراء الفحوص الدورية. بالإضافة لهذا الشيء نحن عنا مراكز أبحاث وأحصائيات لحتى نشوف ضمن المناطق شو الأمراض الموجودة وليه هذه الأمراض موجودة. عنا مركز طبي كمان ببيروت، نحن المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو مستشفى رزق عم نعمل عملياتنا هونيك، ولحد اليوم صرنا مساعدين ما يقارب 6000 شخص. لحد اليوم صرنا مقدمين ما يقارب 1700 عوينات نظارة طبية ومساعدين ب 45 عملية جراحية.